بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا دكاتره. معاكم ان شاء الله دكتوره نوى صلاح الدين، مدرس الهيستولوجي اند سيل بيولوجي جامعه الام تي اي. ان شاء الله هناخد مع بعض النهارده اليورينري سيستم، ده موديول بتاخدوه في الترم الثاني لسنه ثانيه باذن الله. عندنا اليورينري سيستم بيتكون من ايه؟ هنعرف ان هو بيتكون من تو كيدنز، بعد كده تو يوريتر، يورينري بلادر ويوريثرا. يبقى احنا اليورينري سيستم بيبتدي من الكيدني، بعد كده الاكسكريتوري باسجز بيبتدي من الرينال بلفز، بعد كده لليوريتر يودي اليورين لليوريتر، يورين بلادر يوريثرا. ان شاء الله في العملي هنبتدي ناخد سيكشن في الكيدني، هناخد في العملي سيكشن في الكيدني، سيكشن في اليوريتر، سيكشن في اليورينري بلادر، وده اللي هنعرفه مع بعض بالتفصيل. لما نيجي نشوف كده الكيدني، ستراكشر اوف ذا كيدني شكلها عامل ازاي؟ هي شكلها بين شيبد، ليها اوتر كونفكس سيرفيس وانر كونكيف سيرفيس، وبتبقى كفرد بكبسول كونكتيف تيشو كبسول، دنس الريجولار كونكتيف تيشو كبسول. ناحيه الانر سيرفيس اللي هو بنسميه الهايلم هيخرج يبتدي يخرج الاكسكريتوري باسجز اللي هي بتبتدي بالرينال بلفز، رينال بلفز تفتح بعد كده على اليوريتر. الرينال بلفز زي ما احنا شايفين كده بيبقى ليه ميجور كاليسز، حوالي عددهم 3 ميجور كاليسز، وكل كالكس بيتقسم لماينور كاليسز. كالكس يعني كاس، حاجات عامله زي الايه الكاس. لما نيجي نبص بقى على الاستراكشر اوف ذا كيدني، تركيب الكيدني من جوه، هنلاقي ان هي بتتقسم لاوتر كونفكس، بيبقى في الاوتر سايد بيبقى دارك وبنسميه كورتكس، يبقى ليها اوتر دارك كورتكس وانر بيل مضله. طب المضله شكلها عامل ازاي؟ المضله بتتقسم لبيراميدز، هنلاقي كده حاجات كونيكال ان شيب، بيراميدال ان شيب، مثلثات عددهم من 8 ل 18 بيراميدز، دول موجودين في المضله. يبقى المضله فيها الرينال بيراميدز، الرينال بيراميدز بيبقى ليها بيز ناحيه الكورتكس وليها ايبكس فاتح في الماينور كاليكس اوف الرينال بلفز. ده كده تركيب الايه الستراكشر اوف ذا كيدني بصوره مبسطه. لو جينا ناخد الرينال بيراميد دهون والاوفرلاينج اللي فوقيه كورتكس وجنبيه الكورتكس اللي جنبيه، هيدينا تيشو كده شكله كونيكال ان شيب، ده بسميه رينال لوب. يبقى الرينال لوب ده كورسبوندس تو ايه؟ كورسبوندنج تو 1 رينال بيراميد اللي موجود في المضله اند ذا اوفرلاينج كورتكس، ده بسميه الرينال لوب. لو جينا ناخد كده الرينال لوب اللي انا لسه متكلمه عنه، قلنا شكله كونيكال ان شيب، هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوتر كورتكس وانر مضله. طب ايه هي بقى الوحده الرئيسيه اللي بتكون الكيدني؟ اللي هي عندنا حاجه اسمها النفرون، وكل ايتش كيدني فيها حوالي من 1 تو 4 مليونز اوف نفرون. تركيب النفرون ده عامل ازاي؟ هنبص كده مع بعض هنلاقي ان النفرون بيتكون اول حاجه فوق كده خالص حاجه اسمها رينال كورباسل، بتبقى راوندد او اوفال ستراكشر كده كبير جدا موجود في الكورتكس بسميه رينال كورباسل. عباره عن ايه رينال كورباسل؟ هنلاقي ان في افرنت ارتريول داخل، هي اصلا ليها فاسكولار بول وليها يورينري بول، ليها فتحتين. الفاسكولار بول اللي هي داخل فيها الرينال ارتري بيبتدي يتفرع لبرانشات ويدينا بقى شبكه من الكابيلرز بنسميها الجلوميرولار كابيلرز جوه، وبعد كده الجلوميرولار كابيلرز دي درينز انتو الافرنت ارتريول، ده ناحيه الفاسكولار بول. ناحيه اليورينري بول اوف الرينال كورباسل بيخرج بقى تيوب ثانيه ملفوفه. يبقى احنا عندنا النفرون بيتكون من ايه؟ بيتكون من رينال كورباسل لفاسكولار بول ويورينري بول. بعد كده الرينال كورباسل تفتح في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، هي تيوب انبوبه بس بتبقى كونفوليوتد وتورشوس لفه كده حوالين بعضها بنسميها البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. بعد كده تنزل البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول تعمل لنا يو شيبد تيوب كده ستريت بنسميها اللوب اوف هنلي، لوب اوف هنلي. بعد كده يطلع التيوب دهيا تبقى كونفوليوتد تاني وبسميها هنا بقى ايه؟ ديستال كونفوليوتد تيوبيول. تبتدي الديستال كونفوليوتد تيوبيول تفتح في دكت اللي هي الكوليكتنج دكت اللي بتجمع اليورين، وتبتدي الكوليكتنج دكت سمول دكت يفتحوا على بعضه ويعملوا لنا لارج دكت طول ما احنا نازلين في المضله. الدكت اللي هي الكوليكتنج دكت تبتدي تكبر وفي الاخر تفتح في الايبكس اوف الرينال بيراميد، هنا هو تفتح في الرينال بلفز عند الكاليسز الماينور كاليسز، واللارج دكت بنسميها الدكتس اوف بلين. يبقى احنا كده بناخد كده صوره مبسطه عن الكيدني، قلنا ان احنا بتقسمها للوبس،
خدنا مقطع في اللوب ده، لوب لينا الروب بيتكون من فوق كورتكس وبعد كده مضله، والوحده الرئيسيه للكدني حاجه اسمها نيفرون. اجزاء النيفرون رينا الكورباسل وبروكسيمال وديستال كونفوليوتد تيبيول، ودول موجودين اونلي في الكورتكس. يبقى احنا عندنا الرينا الكورباسل والبروكسيمال والديستال موجودين اونلي في الكورتكس في الاوتر بارت بتاع الايه الكدني. بعد كده عندنا اللوب اوف هنلي اللي هو الاستريت تيوب اللي هي شكلها يو شيب مع الكولكتنج دكت، بيبقوا موجودين مينلي في المظله، بس في منهم اجزاء موجوده في الكورتكس برضو بسميها هنا ساعتها ميدالاري ري. ده شكل للرينال لوب اللي انا لسه شرحاه، شكل كونيكال ان شيب، ولغايه هنا ادي الكورتكس وتحت هنا المظله. قلنا الكدني من بره كفرد بكونكتيف تيشو كبسول، دنس ريجولار كونكتيف تيشو كبسول. ادي بقى اجزاء بقى النفرون اللي انا لسه شرحاه. انا طبعا لما اخد مقطع فيها، يعني الصوره اللي فاتت دهيا، لما اجي اخد مقطع هنا في التيوب دهيا هتبان راوند ستراكشر، في البروكسيمال او الديستال هتبان راوند ستراكشر. فهنيجي نبص مع بعض كده في الدايجرام ده، هو هنلاقي ان اول حاجه بتظهر لي في الكورتكس اللي هي مين وكبيره وراوندد اللي هي بنسميها الرينال كورباسل. الرينال كورباسل زي ما قلت هي عباره عن جلوميرولار كابيلاريز ان ذا سنتر، هي بتبقى كفرد بكبسول بنسميه البومانز كبسول. البومانز كبسول اللي عامل كفرنج للجلوميرولار كابيلاريز بيبقى عباره عن طبقتين، طبقه داخليه اللي هي الفيسرال لاير اوف البومنز كبسول، ودي بتبقى كومبليتلي انفستنج لازقه على الكابيلاريز، لازقه خالص في الكابيلاريز اللي بنسميها الفيسرال لاير اوف بومنز كبسول، ودي معموله من خليه هنشرحها بالتفصيل دلوقتي اللي هي اسمها البودوسايت، هنشرح فيما بعد اللي هي البودوسايت. طب الطبقه الثانيه من البومنز كبسول هي طبقه خارجيه زي ما احنا شايفينها كده، دي عباره عن البارايتال لاير اوف بومنز كبسول، برايتال لاير اوف بومنز كبسول، ودي بتبقى لايند بسيمبل سكويمس ايبيثيليوم، سيمبل ايبيثيليوم سيمبل سكويمس. ما بين التو لايرز بيبقى فيه سبيس، شايفين السبيس ده؟ دون البومنز سبيس اللي بيتجمع فيه الجلوميرولار فلتر. يبقى احنا اجزاء الرينال كورباسل مع بعض كده عباره عن جلوميرولار كابيلرز وبومنز كبسول. طيب قلنا الرينال كورباسل بعد كده بتفتح ليه، بيبقى فيها يورينالي بور تفتح على البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. ادي البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول اهي، بروكسيمال كونفوليوتد تيب هي انبوبه ملفوفه، فكات سيكشن فيها ترانسفيرس سيكشن بيبقى عباره عن راوند ستراكشر. شكلها عامل ازاي؟ في النص لقينا اليومن نارو، ليها نارو ليومن. الخلايا بتاعتها شكلها كيوبويدال، يبقى لايند باي كيوبويدال سيلز، ليها اندستنكت سيل باوندريز وليها براش بوردر. الابيكال سيرفيس بتاع الخلايا عليه براش بوردر اللي هو مايكروفيلاي، والمايكروفيلاي احنا عارفينها ان هي بتزود السيرفيس اريا هنا فور ابزوربشن، تبتدي البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول تعمل ابزوربشن وتمتص من الجلوميرولار فلتر الحاجات اللي انا محتاجاها مش عايزاها تنزل في اليورين، تمتص الايه الووتر والصوديوم والامينو اسيدز والجلوكوز. يبقى احنا البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول شكلها عامل ازاي؟ هي بتبان هي بتبقى اوف لارج دايمتر، حجمها كبير راوندد، ليها نارو ليومن، ليها براش بوردر عشان المايكروفيلاي، الخلايا عددها قليل من 3 ل 5 سيلز، ليها اندستنكت باوندرز وفيها بيزل استريشنز، ودي هتكلم عليها اللي هي عباره عن بيزل بلازما ممبرين انفولدنج. طب البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول ايه الفرق ما بينها وبين الديستال كونفوليوتد تيبيول؟ هي انبوبه برده بس بتبقى برده تورشوس زيها بالظبط. خدنا مقطع في الديستال بقى كونفوليوتد تيبيول وهنفرقه ما بينه وبين البروكسيمال. هنلاقي ان الديستال كونفوليوتد تيبيول اوف سمول دايامتر، اصغر شويه من البروكسيمال، ليها وايد ليومن، يبقى الديستال كونفوليوتد تيبيول هاف وايد ليومن، ما عليهاش براش بوردر، ما فيش على الخلايا براش بوردر ولا مايكروفيلاي. كمان الباوندرز ما بين السيلز واضح، وهنا اللايند باي كيوبويدال سيلز وعدد الخلايا اكتر، يبقى الديستال كونفوليوتد تيبيول هاف وايد ليومن، والسيتوبلازم بتاع الخلايا بيبقى بيل اسيدوفيليك وليهم ديستنكت باوندرز وما فيش براش بوردر. يبقى احنا عندنا في الكورتكس اللي هي تحت الكبسول على طول، الرينال كورتكس اللي تحت الكبسول في ثلاثه ستراكشر مهمين، رينال كورباسل ودي اكبر راوند ستراكشر بلاقيه في الكورتكس، بعد كده في البروكسيمال والديستال كونفوليوتد تيبيول، دول موجودين اونلي في الكورتكس. طب ندخل على المظله اللي تحت الانر سايد بتاع الكيدني، هنلاقي احنا قلنا ان هو عباره عن ايه؟ هيبقى فيه لوب اوف هنلي اند كولكتنج داكت، والكولكتنج داكت على حسب السايز، في منها صغير وفي منها كبير، فنلاقي ان هي عباره كلها عن انابيب. انابيب في منها اللوب اوف هنلي وده يبقى ليسيان بارت ولايند باي سيمبل سكويمس ايبيثيليوم، بلاقي كولكتنج داكت لايند باي كيوبويدال سيلز، ولو كبرت تبقى كولامنر سيلز. وقلنا في اجزاء بقى من اللوب اوف هنلي والكولكتنج داكت بتبقى موجوده في الكورتكس، موجوده معايا في الكورتكس، بسميها ايه بقى؟ بسميها الميدالاري ري.
نشوف بقى الكلام ده اندر ذا مايكروسكوب. تحت الميكروسكوب لما تيجوا معانا في السكيشن ان شاء الله هنيجي نبص على شريحه الكدني. شريحه الكدني هنلاقيها من بره شكلها ادي سلايد شكلها من بره شكلها كدني شيب باي نيكد اي. تحت الميكروسكوب اندر ذا لايت مايكروسكوب ده باللو باور، انا واخداها باللو باور، هنلاقي ان في كبسول من بره سين كبسول، وبعد كده في تحت الكبسول كورتكس غامقه اوتر كورتكس غامقه، وبعد كده انر بيل مضله كورتكس ومضله. نكبر بقى شويه الصوره دهيا، كبرنا السلايد بتاعتي بالهاي باور باي هاي ماجنيفيكيشن، ادي الكبسوله اهو سن كونكتيف تيشو كبسول دنس الريجولار، وهنلاقي الكورتكس، انا واخده المقطع ده من الكورتكس، الصوره دي من الكورتكس، لقينا في راوندد ستراكشرز كده كبيره اهي في الكورتكس واضحه جدا. مين هي ديان دي؟ الرينال كورباسل. هي عباره عن ايه؟ عباره عن جلوميريال كابيلرز متحوطه بممبرين اللي هو البومنز سبيس، وحوالين الجلوميريال كابيلرز بنلاقي سن ريم ابيض كده حدود بيضاء اللي هي مين؟ البومنز سبيس. يبقى ده دي الرينال كورباسل عباره عن جلوميريال كابيلرز متحوطه بالبومنز كبسول. التيبيولز بقى اللي حوالين اللي احنا شايفينها كده حوالين الرينال كورباسل دي بروكسيمال وديستال كونفوليوتد تيبيول. باللو باور ده هي ما اقدرش افرق ما بينها. نيجي نكبر شويه بالهاي باور، ده مقطع ماخدينه في الرينال كورتكس زي ما احنا شايفين فوق كده اكبر راوند ستراكشر اللي هو مين؟ الرينال كورباسل عباره عن جلوميرال كابيلرز وحواليها الفراغ الابيض ده اللي هو البومنز سبيس. التيبيولز بقى اللي حواليها دهيا دي البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، يعني دي بروكسيمال دي بروكسيمال دي بروكسيمال. عرفتها منين؟ ان السيتوبلازم بتاع الخلايا اللي عامله لايننج للبروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بنلاقي ان هو ديبلي اسيدوفيليك وعليه براش بوردر، عدد الخلايا هنا قليل. في الصوره اللي تحتها برده لو جينا نبص كده نطلع بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول هنلاقي دي بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، عدد الخلايا قليل وليها نارو اليومن، اليومن ضيق جدا، والسيتوبلازم ديبلي اسيدوفيليك سيتوبلازم. برضو هنا هنلاقي ده شكل الرينال كورباسل اهي. طيب ادي الديستال كونفوليوتد تيبيول زي ما احنا شايفين كده ليها وايد اليومن وعدد الخلايا اللي عامله لايننج للوول كبير وشكلهم كلهم كيوبويدال وبيل اسيدوفيليك سيتوبلازم. طب ناخد مقطع بقى صوره ثانيه من المضله من الرينا المضله، قلنا هي عباره عن انابيب لوبو فينلي او كولكتنج داكت. هنشوف كده ادي الكولكتنج داكت هي لاين دي هنا هو بي كيوبويدال سيل وليها وايد ليومن، وكل ما تكبر الداكت الخلايا بتاعتها هتبقى كولامنر. ممكن نلاقي برضو اجزاء من اللوبو فينلي اللي هو بيسميه ديستال ستريت تيوبيول وبروكسيمال ستريت تيوبيول، اجزاء من اللوبو فينلي. نشوف بقى صورة الجلوميريولاس الجلوميريول كابيلاري باي الكترون مايكروسكوب. الصورة دي باي سكاننج الكترون مايكروسكوب. يعني ايه سكاننج الكترون مايكروسكوب؟ ده بيدينا 3 دايمنشنال ايمج، صورة ثلاثية الأبعاد. آدي شكل الايه الجلوميريول كابيلاريز وداخل فيها الافرنت ارتريول وخارج منها الافرنت ارتريول، وآدي شبكة الايه الكابيلاريز باي سكاننج الكترون مايكروسكوب. قلنا إن الجلوميريول كابيلاريز دي بتبقى كومبليتلي انفستد ولازق عليها ممبرين بنسميه مين؟ الفيسرال لير اوف بومنز كبسول، وهي عباره عن معمول من خليه اسمها ايه؟ البودوسايت. ادي شكل البودوسايت اللي احنا بنشوفها وهي محوطه الجلوميريال كابيلاريز. البودوسايت هي خليه كبيره ليها سيل بودي خارج منه بروسيسز اذرع، ليها برايمري بروسيسز كبيره خارج منها سكندري بروسيسز اصغر في الحجم، وبعد كده السكندري بروسيسز بتعمل لنا خارج منها حاجه اسمها بيديكلز او الفود بروسيسز بتاعه الايه البودوسايت. يبقى احنا عندنا البودوسايت هي ليها سيل بودي، بعد كده بروسيسز برايمري، وبعد كده سكندري بروسيسز. سكندري بروسيسز بتبقى انتر ديجيتيتنج مع البروسيسز بتاعه الخليه اللي جنبها، انتر ديجيتيتنج زي صوابع كده داخلين مع بعض كده انتر ديجيتيتنج مع بعض، دول البيديكلز او الفود بروسيسز اوف الايه اوف البودوسايت. البيديكلز دهيا ما بينهم سبيسز بنسميها سليت سبيسز، دي اللي هي الفلتريشن اللي هو مكان الاسهم هنا اللي هي الشقوق دهيا لونجيتيودنال سبيسز دي بسميها الفلتريشن سليتس، بتبقى كفرد باي دايفريم. يبقى احنا الصوره اللي انا شايفاها دلوقتي هي صوره لخليه اسمها البودوسايت كفرنج الجلوميريولار كابيلاريز، وانا شايفه ليها برايمري بروسيسز كبيره وبعد كده سكندري بروسيسز، وما بين السكندري بروسيسز اللي هي البيديكلز في فلتريشن سليتس كفرد باي دايفريم. والصوره دي طبعا سكاننج الكترون مايكروسكوب.
طب لما اجي اتكلم على حاجه اسمها بلاد رينال بارير، ايه هو البلاد رينال بارير؟ هو بارير بتوين البلاد اللي موجود في الجلوميريولار كابيلاريز اند ذا جلوميريولار فلترت اللي موجود في البومنز سبيس. يبقى ده حاجز ما بين البلاد اللي ماشي في الجلوميريولار كابيلاريز وما بين الجلوميريولار فلترت اللي بيبتدي يتجمع في البومنز سبيس. ايه اجزائه بيتكون من ايه؟ لو جينا من الداخل ناحيه الايه الجلوميريولار كابيلاريز هنشوف كده مع بعض، بيتكون من اندوثيليال سيلز اللي عامله لايننج للجلوميرولار كابيلرز. نعرفين ان اي كابيلرز بتبقى لايند باندوثيليال سيلز، وبما ان احنا هنا في الكيدني في الجلوميرولار كابيلرز بالتالي الاندوثيليال سيلز هنا نوعها ايه؟ بتبقى فينستريتد. يعني ايه فينستريتد؟ مخرمه فيها خروم كتير عشان تسمح المولكيولز ان هي تعدي، تسمح ان احنا نكون جلوميرولار فلترت، فبالتالي هي فينستريتد اندوثيليال سيلز. تاني استراكشر بعد الفينستريتد اندوثيليوم عندنا حاجه اسمها جلوميرولار بيزمنت ميمبرين. ده الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين هو عباره عن ايه؟ هو فيوجن ما بين البيزمنت ميمبرين اوف الاندوثيليال سيلز اند البيزمنت ميمبرين اوف البودوسايت. طبعا الخليه اللي عامله كفرنج فوق كده للجلوميرولار كابيلرز قلنا مين؟ البودوسايت، ونازل منها بروسيسز، وادي الايه البيديكلز بتاعتها الصغيرين، وما بين البيديكلز في سبيسز بنسميها فلتريشن اسلتس كفرد باي دايفراج. يبقى احنا عندنا تاني حاجه في البارير اللي ما بين البلاد والجلوميرال فلترت اللي هو بسميه بلاد رينال بارير او فلتريشن بارير. تاني حاجه اللي هو الجلوميرال بيزمنت ميمبرين. زي ما احنا شايفين كده هو ميمبرين شكله عامل ازاي بقى؟ لو دققنا كده هنلاقي ان هو متكون من ثلاثه لايرز انر واوتر لامينا رارا، او انر لامينا رارا انترنا ولامينا رارا اكسترنا. رارا يعني فاتحه، الكتروليوسنت بتبان ان لامينا ده هي فاتحه، فلامينا رارا انترنا ولامينا رارا اكسترنا، وميدل لامينا دنسه، واللامينا اللي في النص دنسه الكترون دنس باينه بالالكترون مايكروسكوب غامقه. فالجلوميرولار بيزمنت ميمبرين بيتكون من 3 لامينا، 2 لامينا رارا انترنا واكسترنا، وميدل لامينا دنسه. طب الثالث مكون للبلاد رينال بارير ايه هو؟ عباره عن الشقوق اللي انا قلت ما بين البيديكلز وبعضها، دي عباره عن الفلتريشن اسلت وكفرد باي دايفراج، فلتريشن اسلت دايفراج. نيجي نبص على صوره متاخده بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب لخلايا اللي عامله لايننج للبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. قلنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لايند باي كيوبويدال سيلز. ادي صوره ل1 كيوبويدال سيل، خليه واحده من اللي عاملين لايننج للبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. شكلها عامل ازاي؟ شكلها كيوبويدال، وادي النيوكليس بتاعتها هي سنترال في النص. على الايبكس بتاع الخليه دي ايه؟ بنلاقي براش بوردر اللي هو المايكروفيلاي، عليها مايكروفيلاي كتيره عشان تسمح بالابزوربشن، تو انكريز السيرفيس اريا فور ابزوربشن. طب على البيزل سيرفيس هنا هو بنلاقي ان البيزل سيل ميمبرين عامل انفولدنج، يعني ايه؟ طالع ونازل مش ستريت. فالبيزل سيل ميمبرين مش ماشي ستريت، ده طالع ونازل انفولدد عشان يزود برده السيرفيس اريا، لان في المنطقه ده هي بنلاقي بامبس كتيره، ايونيك بامب، صوديوم بوتاسيوم بامب، عشان تغير في الكومبوزيشن اوف يورين، في الايونيك كومبوزيشن اوف يورين. فبالتالي الخليه ده هي اللي هي البروكسيمال كونفوليوتد سيل بعتبرها ايون ترانسبورتنج سيل، بتغير في تركيب الايون. ايه اللي بيخليها تعمل كده؟ ان على السيل ميمبرين البيزل سيل ميمبرين بيبقى انفولدد وعليه ايونيك بامب. طب ايه اللي احنا شايفينه الاورجانيل موجود كتير ده هو في السيتوبلازم؟ دي الميتوكوندريا، وتبقى مينلي تبقى موجوده لونجيتيودنال واقفه بالطول، لان الانفولدنج ده بيعمل لونجيتيودنال كومبارتمنت، بتخلي الميتوكوندريا واقفه بالطول كده، هو لونجيتيودنال ميتوكوندريا. لو قارناها بقى بصوره الايه الديستال كونفوليوتد تيوبيول، احنا دايما نتكلم على البروكسيمال ونقارنها بالديستال كونفوليوتد. طب الديستال كونفوليوتد تيوبيول لايند باي ايه؟ برضو كيوبويدال سيلز. ادي خليه من الخلايا اللي عامله لايننج للديستال كونفوليوتد تيوبيول، شكلها كيوبويدال، وادي النيوكليس بتاعتها. على الابر سيرفيس مفيش المايكروفيلاي اللي انا شفتها في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، يبقى ات هاز نو براش بوردر. طب البيزل سيرفيس، هنا البيزل سيرفيس عامل بيزل بلازما ميمبرين انفولدنج واكتر بكتير من الايه من البروكسيمال كونفوليوتد سيل. يبقى في بيزل بلازما ميمبرين انفولدنج، هنلاقي السيل ميمبرين اهو الخطوط دهين بتاعت السيل ميمبرين ان هو عامل انفولدنج، وادي اللونجيتيودنال ميتوكوندريا واقفه بالطول لان السيل ميمبرين الانفولدد سايب لها لونجيتيودنال كومبارتمنت، فبقت لونجيتيودنال ميتوكوندريا.
كده يبقى احنا خلصنا سيكشن في الكيدني وشرحناه بالتفصيل. السيكشن الثاني اللي هنشوفه مع بعض في العملي اللي هو سيكشن في اليوريتر، هناخد مقطع في اليوريتر اللي هو الانبوبه الطويله بتبان عامله ازاي. هي اليوريتر لما اجي ابص عليه هو بيبان على الشريحه من بره سمول بينك دوت، نقطه صغيره، فبالتالي هو صغير الدايمتر بتاعه صغير، فبشوفه كله على الشريحه بتاعتي. هو عباره عن تيوب انبوبه، الوول بتاعها بيبقى عباره عن لايرز، طبقات. اول طبقه من الداخل بنسميها طبقه الميوكوزا، يبقى اول طبقه من الداخل بنسميها طبقه الميوكوزا. تاني طبقه اسمها ماسكولوزا، ماسل لاير. اخر طبقه بنسميها الادفنتيشيا. يبقى احنا عندنا اليوريتر واللي هنتكلم عليه بعد كده اللي هو اليورينري بلادر، هنلاقي ان الوول عباره عن 3 لايرز، انر ميوكوزا، ميدل ماسكولوزا او الماسل لاير، وبعد كده اخر طبقه اللي هي الادفنتيشيا. طب لما نيجي نشوف نبتدي نتكلم بقى بالتفصيل على الميوكوزا. الميوكوزا عباره عن حاجتين، ايبيثيليوم وتحتيه اندرلاين كونكتيف تيشو بنسميه لامينا بروبريا. طب نوع الايبيثيليوم هنا ايه؟ احنا خدنا من سنه اولى وعرفنا ان الايبيثيليوم اوف اليورينري باسجز هو عباره عن ترانزيشنال ايبيثيليوم، ترانزيشنال ايبيثيليوم، وده نوع من انواع الاستراتيفايد ايبيثيليوم. بنعرفه ازاي؟ ادي ترانزيشنال ايبيثيليوم، هو عباره عن كذا طبقه من السيلز فوق بعضها، مالتيبل لايرز اوف سيل، بيبقى فيه بيزل كيوبويدال سيلز، وبعد كده مالتيبل لايرز بوليجونال. اخر طبقه اللي ببص عليها بقى، احنا عرفنا ان احنا بنبص على اخر طبقه من الخلايا. الخلايا شكلها عامل ازاي؟ شكلها كيوبويدال، والابر سيرفيس بتاعها بيبقى كونفكس، ليها كونفكس ابر سيرفيس بنسميه دوم شيب. طب النيوكلياي بتاعتها بتبقى ايه؟ راوندد نيوكلياي. فبالتالي انا قدرت اعرف ترانزيشنال ايبيثيليوم من شكل اخر طبقه من الخلايا، شكلها كيوبويدال، راوندد، ليها راوندد نيوكلياي وابر كونفكس سيرفيس. واندرلاينج الايبيثيليوم بيبقى فيه قلنا كونكتيف تيشو لامينا بروبريا. كده خلصنا الميوكوزا ايبيثيليوم وتحتيه لامينا بروبريا. ناخد الماسل لاير، طبقه الماسل اللي هي الماسكولوزا، هنلاقي ان اليوريتر بنقسمه ليه ابر 2 ثيرد اوف اليوريتر ولور 1 ثيرد اوف اليوريتر. الابر 2 ثيرد اوف اليوريتر هنلاقي الماسل لاير بتتقسم ليه انر لونجيتيودنال سموز ماسل واوتر لونجيتيودنال سيركولار ماسل. طب في الميد في اللور 1 ثيرد اوف اليوريتر اللي انا واخد الدايجرام ده منه، ده اللور ثيرد اوف اليوريتر، بنلاقي ان الماسل لاير متقسمه لثلاث طبقات، السموز ماسل متقسمه لثلاث طبقات، انر لونجيتيودنال واوتر لونجيتيودنال وميدل سيركولار سموز ماسل سيل. ده بالنسبه للماسل. بعد كده الادفنتيشيا هي عباره عن فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو فيها كولاجين فايبرز الاستيك فايبرز وسيلز وبلاد فيزلز. ادي شكل اليوريتر اللي احنا بنشوفه اندر ذا مايكروسكوب، هنلاقي ان هو على الشريحه من بره بيبقى سمول بينك دوت. لما نيجي نبص عليه تحت الميكروسكوب هنلاقي ان هو عباره عن زي ما قلنا ميوكوزا ماسل لاير، وفي الاخر الحاجه ادفنتيشيا. بنبص على الميوكوزا اللي يهمني فيها ايه؟ نوع الايبيثيليوم اللي هو مين؟ ترانزيشنال ايبيثيليوم. عرفت منين ان ده ترانزيشنال ايبيثيليوم؟ مش اي نوع من انواع الثانيه الاستراتيفايد ايبيثيليوم، هو عباره عن مالتيبل لايرز اوف سيلز. نيجي نبص على ايه؟ على التوب لاير، هنلاقي ان السيرفيس بتاعها كونفكس، ليها كونفكس بوردر والنيوكلياي بتاعتها راوندد. صوره ثانيه لليوريتر زي ما احنا شايفين كده، ادي الميوكوزا بتاع اليوريتر وادي الماسل لاير والادفنتيشيا. طب احنا الميوكوزا بتاعت اليوريتر بنلاحظ فيها حاجه ثانيه، ان هي بتبقى فولدد، عامله فولدنج كده، بالتالي بتخلي اليومن نارو ستار شيب. ليه هي الميوكوزا فولدد؟ عشان تسمح بالاكسبانشن اوف اليوريتر لما يجمع ايه يورين كتير، تسمح له بالايه؟ بالاكسبانشن. وادي شكل الايه؟ الترانزيشنال ايبيثيليوم، وادي السيلز اللي هي بنسميها الفاسيت شيب سيل والنيوكلياي بتاعتها راوندد. خلصنا اليوريتر ندخل على اليورينري بلادر. سيكشن بقى في اليورينري بلادر، هي اليورينري بلادر اورجن كبير ما اقدرش اجيبه كله على الشريحه، فلازم اخد منه مقطع، اخد استريب منه، فهي عباره عن شريحه من بره. لما اجي ابص على الشريحه من بره لما نيجي مع بعض في سكيشن العملي هنلاقي ان هي شريط استريب. الوول اوف اليوريتر زي الوول اوف اليورين بلادر زي الوول اوف اليوريتر، بيتكون من الثلاثه لايرز بتوعي اللي هما مين؟ ميوكوزا، ماسل لاير، وادفنتيشيا. ميوكوزا عباره عن ايه؟ ايبيثيليوم اللي هو نوعه ايه بقى؟ ترانزيشنال ايبيثيليوم. بعد كده تحتيه كونكتيف تيشو لامينا بروبريا عباره عن فايبرز كولاجين والاستيك فايبرز وبلاد فيزلز وسيلز. بعد كده الماسل لاير، ايه اللي ملاحظينه هنا في الماسل لاير؟ الماسل لاير اوف اليورين بلادر بنلاقيها ان هي ران ان ديفرنت دايركشن، ما اقدرش احددها متقسمه بالظبط زي اليوريتر لايه؟ لا، هي
ران ان ديفرنت دايركشن، ممكن تدي شكل انر واوتر لونجيتيودنال وميدل سيركلر بس اندستنكت مش واضحين. فهي المصل اللي هي ران ان ديفرنت دايركشن اندستنكت ران ان ديفرنت دايركشن. اخر طبقه اللي هي الادفنتيشيا فايبرو الاستيك اي لير. ملاحظين برضو ان الميوكوزا هنا فولدد عشان تسمح بالاكسبانشن اوف اليورين بلادر لما تجمع يورين كتير. على الشريحه من بره قلنا اليورين بلادر ستريب شريط. تحت الميكروسكوب الصوره دي هي باللو باور فيري لو باور، هنلاقي هنا ادي الابيثيليوم تحتي لامينا بروبريا وادي المصل. المصل شكلها ايه؟ ماشيه في كل الاتجاهات ران ان ديفرنت دايركشن. بعد كده الادفنتيشيا صوره هي بالهاي باور مبينه لنا اليورينري بلادر، ادي الابيثيليوم ترانزيشنال ابيثيليوم تحتي لامينا بروبريا. بعد كده السموز مصل وادي الشكل الايه كبارين بقى بالهاي باور للابيثيليوم لوحده الترانزيشنال ابيثيليوم. وزي ما احنا شايفين كده ادي الدوم شيبد سيل او الفاسد شيبد سيل، في بعضها في تو نيوكلياي يعني الطبقه الاخيره من الخلايا. لاحظنا ان في خليه فيها تو نيوكلياي والنيوكلياي راوندد، تحتيهم في خليه ثانيه بنسميها الفلاسك شيبد سيل عامله زي الايه فلاسكايه فلاسك شيبد سيل. يبقى احنا اليورين بلادر عباره عن ميوكوزا ماسل لاير ادفنتيشيا. شكرا لكم يا دكاتره. احنا كده خلصنا اليورينري سيستم العملي بتاع اليورينري سيستم. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معايا وبالتوفيق ان شاء الله.